وأضاف الحلبوسي في كلمته: إننا نحرص على اختيار الأقوياء والأمناء والكفاءات والطاقات التي تطمح لخدمة أهلها وخصوصا في صلاح الدين، مؤكدا أن حضوره هو دعم لمرشح تكريت المهندس أنس فلاح الذي يتطلب دعم أبناء المدينة له في العاشر من الشهر الحالي. حرصنا على اختيار الأقوياء، حرصنا على اختيار الأمناء، حرصنا على اختيار الكفاءات، وحرصنا على اختيار الطاقات التي لا تدخر جهد وطموحها أن تقدم إلى أهلها في كل المحافظات، وأخص بالذكر أهلي في محافظة صلاح الدين ومرشحين تقدم في محافظة صلاح الدين. نحن هنا اليوم من كل المرشحين في محافظة صلاح الدين مؤازرين لأهل تكريت ومؤازرين لابنها أستاذ أنس. حضور الأخ المحافظ محافظ صلاح الدين رئيس تحالف تقدم هو دعما واسنادا الى المهندس انس وعمل معاطله الفتره السابقه. حضور الدكتور مقدام الجميلي من دائرته الاخرى وهو في دائره اخرى هو تأييد ودعم واسناد الى المهندس انس. حضور السيد بدر الفحل هو دعم واسناد المرشح انس، وحضور خواتنا ايضا دعم الى المهندس انس. كل الحاضرين من القيادات في صلاح الدين والمتحدث، نحن هنا لدعم ابنكم البار، ابنكم الطموح، ابنكم الشاب، ابنكم الغيور الذي يسعى إلى رفعة مدينته ورفعة محافظته ورفعة بلده. يوم 10/10 عليكم الدور بالوقوف مع هذا الشخص.